السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا اليكم مستمعي الافاضل ويسعدنا ان نستقبل مكالماتكم. نبدا اول مكالمه من الدار البيضاء معنا أم محمد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. خير دكتور، عليك. الحمد لله. والله لنا. دكتور عرفتي شحال من يو من سنة وأنا بغيت نتكلم معاك اللهم لك الحمد. يا مرحبا. أول حاجة رانا شوف رانا عندي باركنسون. الله أكبر. وقال غادي نقول لك واحد الكلمه نقولها لك حمدت الله وشكرته ولكن كاع الامراض المزمنه جاتني كلها لا اله الا الله هذيك لا كرونسيون خدامه ما ما نقولكش دكتور الحمد لله وشكر الله اللي تنطلبك دكتور يا لله الله يرحم لك المهم النهار يا رب بغيت ولدي وبغيتك توقف معايا قبل ما نموت الله يطول عمرك ويحفظك ويرعاك الله آه يسهل عليك الا درتي لي هذه التليفون ديالي اي هذا لا تليفون ديال هذا واحد معاه ولد راه قاري في برا وجا وجا على قبلي من ومهدي جا على قبلي من كندا يارب يارب يا, يعني يا ربي يا ربي يا كريم وبغيتك ودع معايا شي دعوه في هذا النهار يحيد عليا ربي غير الحريق شتي المرض انا ايه انا مدايره به الحمد لله والشكر لله واخا ما كنتش نقرا القران تيطيح ليا بنيدي راك تتعرف دكتور ايه يا شريفه ما تعرف باركنسون شنو تيعمل بلا ما نقول لك ولا الادويه ديالو صعيبه والحمد لله لا اله الا الله عافاك دكتور واخا تشريفة وما تنساني ترى جيت عندك حتى العمل ديك الساعه باقا تنمشي هيا الشريفه وجيت عندك هذا اللي ضاع وما ما كتعرفش دابا م... كتاب اليوم الله يرحم ليكم ما في هذا النهار ويخلي لك وليداتك يا ربي يا بارك الله فكي. فيك معايا الله يوقف معاك إيه ان طرق. شاء الله عرفتي غادي ندير واحد الاثر كثير كثير كبير من عند سيدي ربي لو وقفتي معايا يا ربي باذن الله الشريفه ام محمد يا ربي. في هذا اليوم الخميس يحيد عليا الجمعه يحيد عليا ربي علي غير الحركه دكتور يا ربي الحركه تنتعذب بزاف ما تنعدش الليل كله لا اله الا الله جالسه وتنقرا القران تبارك داك الشيء اللي كتب الله وتنصلي الفجر وكل شيء ولكن دابا تتبغي تسبح يديك تيبقاو يترعدوا الله اكبر بلا ما نقول لك دكتور لا اله الا الله. وليدي يتزوج ونشوف وليداته قبل ما يدي الله العمر. يا ربي يا كريم يا رب. الله يرحم والدك دكتور. يا رحمن يا رب. بغيتي هذا التليفون هذا ديال الدار اللي عندي بغيتي نعطيك التليفون نعطيه لهذا ديال البورتابل <applause> عيط علينا وحنا نعيطوا لك عادي. <applause> واخا الشريفة واخا <applause> <applause> الاخت مجدولين الله يرحم <applause> الوالدين. بإذن الله الله يحفظك ويرعاك لالا أم محمد. الله يشافيك ويعافيك ويداويك. ربي سبحانه وتعالى هو الشافي وهو المعافي. أول حاجة لالا أم محمد هذه الأمراض. اللي كتصيب الناس يعني ما حقيقتها؟ واش الله سبحانه وتعالى اراد ان يكتب علينا هذه الامراض؟ لا هذه الامراض هي نقاء وارتقاء نقاء من الذنوب والخطايا اذا كنا قد اجترحنا السيئات فان الامراض بها ربنا يغفر الذنوب والخطايا نقاء وارتقاء، ارتقاء ما معناها؟ ان الله تعالى يرقينا درجات عليا في مقامات الاحسان لان العبد المؤمن يكون له مقام في الجنه قد اعد له الله تعالى مقاما عظيما في الجنه مقام الى جانب الانبياء والاولياء والمقربين لكنه لن ينال ذلك المقام بعمله العملك يقوم به من صلاه وصيام وحج لن يوصله الى ذلك المقام وربك عز وجل اراد ان يجعله في مقام عالي ف الله تعالى يكتب له هذه الامراض والاسقام ويصبر ويحتسب ثم يرتقي في الدرجات وقد قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم اذا احب الله عبدا ابتلاه فاذا صبر اجتباه ولا يزال البلاء ينزل بالعبد حتى يلقى الله وما عليه ذنب وما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا كرب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه فكان المؤمنون السابقون من أهل الصلاح إلا كان شو واحد مرض يقول هنيئا لك جاءك المطهر جاءك المطهر فالأمراض هي, هي, هي فيها منفعة وفيها أشياء أسرار لا يعلمها إلا الله تعالى فنسال الله الكريم للام محمد اللهم تعالى يشافيك ويعافيك ويداويك واسال الله تعالى ان يمد لك في العمر حتى تعيش الحياه الطيبه ويهيئ لك من امرك رشدا اسال الله تعالى لولي ديالك سيدي محمد الله يتولى بالعنايه والرعايه ويختار له من عنده الله تعالى هو المختار يختار له الزوجه الصالحه المصلحه الطيبه حتى تعيشي وانت تشوفي النعمه ديالها والنعمه ديال الزواج والنعمه ديال الحمل والنعمه ديال ديال الخلفه والنعمه ديال العقيقه والنعمه ديال الختان وتعيشي طول طول العمر ان شاء الله بالفرحه والسعاده ان الله تعالى سميع قريب مجيب الدعاء اللهم امين اللهم امين يا ربي يا كريم نتحول الى مكناس معنا لاله فاطمه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته عليكم السلام الحاج رحمة الله تعالى وبركاته حياك الله فاطمة اللهم لك الحمد سيدي الحمد لله اش يا سيدي وليداتك الله يطول عمرك بارك الله فيك كل شيء مزيان نباركم في عز زيادة الحاج الله يبارك فيك ويخلي لك وليداتك يا رب الله يخلي لك وليداتك الحاج اللهم امين احنا على الله عليك الحاج لا اله الا الله استغفر الله اللهم لك الحمد دعي معايا الحاج يا ربي ومع وليداتي يا ربي يا ربي كريم اني أرمل الله ييسر لك عمرك الحاج لا اله الا الله الله لك الحمد تبع كلامك عمر الله سبحانه وتعالى ما يخيب الحاج ونعم بالله دعيم معانا دعيم معايا مع وليداتي يا ربي والبركه في راسك من جهه الوالد راني ما لا اله الا الله بارك الله فيك مؤخرا ولك الحمد لله الله لك الحمد دعيم معايا الحاج وبغيت نسولك الحاج واحد السؤال اي هذا لا دعي معانا شوف دعي معانا شي دعوات الخير فجها الله عليا وعلى وليداتي يا رب يا رب مالك الحمد لله شي علي ولدي راه كيتصنت لك يوميا انا راضيه عليه ودعي معاه الحاج يسهلنا ربي الخير يا زيق الله يرحم لك والديك ويسخر لك ربي في وليداتك يا رب يا رب وبغيت نسولك الحاج واحد سؤال كان الزوج ديالي الله يرحمه توفى وشهدت له انا ما حضر معايا واحد واش دايزه الشهاده ديالي ولا ما دايزهاش هادشي اللي كاين اي لله الله باذن الله الله يخلي لك وليداتك راه نهار, نهار كبير عند الله سبحانه وتعالى معنا غير الله وانت استغفر الله استغفر الله الله, الله, الله. الله حفظك الشريفه كاين غير الله كاين غير الله سبحانه وتعالى وحده ولا لا شريك له اللهم الله. لك لا تنتبعوا بكلامكم وبالاخص صلاه على النبي اياها لا بالاخص صلاه على النبي راه اللي قالها هي الحاج عمر الله ما يخيبه اياها لا انا كنت في واحد الازمه ربي اللي عالم بها ومنين تنتبع صلاه على النبي ربي فجاه الحمد لله رزيق دابا يسهل فيه الله حنا كندعيو اللهم لك الحمد لا اله الا الله لا اله الا الله الله يخلي لك وليداتك الله يقسم مع كل اسم يقول امين انا كنقول امين انا وليداتي كنصمت لك البارح تدينا ولا تقطع لنا التعبئه وصافي وما دزنا آه، معذره آه، الحمد لله الله يحفظك لله الله صحتك الحاج شكرا شكرا لك لالا فاطمه شكرا, شكرا لك لله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد سيد الله يطول عمرك لالا فاطمه شكرا آمين. لك شكرا لك امين سيدي الله يخليك وليداتك الله امين يا رب امين يا رب بارك الله فيك فعلا لالا فاطمه الصلاه على النبي المختار هي مفتاح للفرج وهي سلاح عظيم وكل من كان يكثر من الصلاة على النبي في كل وقت وحين خصوصا يوم الجمعة يوم الجمعة خصوصا الله تعالى يرد الروح الطاهرة على قلب النبي الكريم في قبره فتبلغ صلاتنا بأسمائنا وأسماء أمهاتنا ويشفع لنا عند الله واللي كيكثر منها في كل وقت وحين وقت الحزة وقت الشدة غير كيقولها راه كأن عنده خاتم سليمان راه كان عندك عصا موسى راه عندك واحد السلاح عظيم لا يقهر الصلاه على النبي مفتاح للفرج مجلبه للخير ولو كان الوقت يسمح لحكيت لكم حكايات حقيقيه واقعيه فيها ازمات خطيره وجاء الصلاه على النبي المختار فجاء الفرج من عند الله تعالى اذكر مثلا على سبيل المثال اذكر مره في في 2015 لما كنا في الديار المقدسه ووقع ازدحام شديد ازدحام كبير كانه يوم القيامه الناس كانوا بالالاف يتدفقون الى منطقه واحده وكانت الابواب الحديديه مغلقه وبقي الناس هناك حتى وقع ازدحام وتدافع كبير وسوف يموت الكثير الكثير من الناس في ذلك اليوم في الديار المقدسة أنا كنت حاضر في وسط هذا الإزدحام ورأيت أهوال يوم القيامة الحر شديد حتى كانت الهليكوبترات كانت تضفق الماء من الأعلى لكي تحمي الناس ولكن لم ينفع والله الشعر احترق شعرنا في رأسنا احترق وكنا نلبس الإحرام والإحرام سقط من أجسادنا وأصبحت أجسادنا عارية إلا اللي عنده الإحرام الأسفل وعنده الصمتة اللي باقي مازال مستور والتقت الاجساد الاجساد كلها التقت ولات بحل بحال واحد المشهد غريب ما في تصوير يعني شده وبدا الناس يتساقطون انا كان بجانبي نساء مصريات كيقولوا يا رحيم ارحمنا يا رحيم ارحمنا وبعد لحظات اراهن يلفظن انفسهن كيسقط واحد حداك هنا كيتوفى واحد هنا كيتوفى انا كان معي صديقي وعزيزي السي الدين الحديوي المؤذن للمسجد الحسن الثاني كان على بعد بعد حوالي عشر مترات رأيت وسط الازدحام وكان طويل القامة وعرض منكبين كان يشير بيده ثم بعد لحظات ترك اليد ديالو وتوفي وهو واقف وأنا أيضا شعرت بالوفاة الوفاة حقيقة شعرت بالموت ماذا يقع لما يحضر الموت للإنسان يتعطل عنده السمع أول من يتعطل عندك في الموت السمع شعرت السمع ما ما بقيتش كنسمع الاصوات تاع الناس وانما اسمع الصوت الداخلي الصوت الداخلي كنت اسمع نبضات القلب بيم بام بيم بام بيم بام كتسرع وكتسمع الدورة الدموية, الدوره الدمويه كتسمع الدوره الدمويه في الجسد وكتسمع الاسنان ديالك العروق ديالهم حنا كل ما كنسمعوش الان رحمه بنا الله تعالى رحمنا وبعد لحظات كتشعر بان الموت بدا يتسرب الى الجسد وكتشعر بواحد اللحظه واحد النعمه جميله لذه لذه الموت الله كتقول الله ساموت وانا محرم ساكون هناك يعني بعد لحظات سانتقل من دار الفناء الى دار البقاء ستنتقل من دار الملك الى عالم الملكوت وفي لحظه تذكرت عائلتي وبناتي واولادي و فقلت يا رب لو لو زدتني ولو قليل زدتني ولو قليل لكي اعود لكي استكمل بعض الاشياء لم استكملها لكن الموت بدأت أرى بجانبي الناس يتساقطون هذا من افريقيا هذا من اندونيسيا هذا من ايران هذا من كذا الناس يتساقطون هنا حضرت لي الصلاه على النبي فقلت اللهم ببركة الصلاة على النبي أنقذني من هذا الموت والله في تلك اللحظة رأيت يدا خرجت من من مخيم إذا إحدى مخيمات تونس خرجت يد واجتذبتني وأدخلتني الى المخيم رغم ان ذاك الباب الحديدي فيه المسار ضعيف جدا فكيف دخلت وانا وزني اكبر فانقذني الله تعالى وقد مشى يعني غيبت واغمي علي ولما استيقظت بعد ساعه رايت الجثث في كل مكان وتم كتابتي انني متوفى المجموعه اللي مشيت معهم ديك لا بانه غائب غير موجود ولكن سبحان الله العظيم في المساء عدت إليهم فسألوني من الذي خلك ربي يحفظك قلت لهم الصلاة على النبي المختار لما قلتها وقع لي كذا وكذا وأنقذني الله تعالى سبحان الله من الحكايات كانت واحد القاضية حتى هي معنا قاضية كبيرة المقام غير متزوجة وبعثتها وزارة العدل إلى الحج وكان والدها قتل خصني محرم يلا معايا الوالد ديالها كبير في السن عنده حوالي 75 سنه قال انا بنتي راني سباق حجيت الله يجعل البركه قلت لي الله يالله معايا راه فرصه راه جاتني الحجه من وزاره العدل وقال لي عندك الحق دي معك واحد محرم حتى غير متزوجه ملي وصلنا هناك فعلا ابوها ايضا غاب وجدتها تبكي قالت لي انا اللي جبتو بالزز انا الذي فعلت به كذا وكذا كتبكي وكت قلت لها يا اختي انا الذي انجاني هو الصلاه على النبي جلسي هنا يبقى تصلي على النبي لعل وعسى ربك يحدث خيرا وهي قاضيه كبيره وتقت بيا مسكينه وجلست في العتبه ديال الخيمه وبقات كتصلي على النبي المختار اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله القائم بامر الله ما ذاق امر الا فرجه الله ما ذاق امر الا فرجه الله من السبعه العشيه وهي كتصلي على النبي حتى وسط لحظة الليل كنسولها ياك ما كانش خبر سعيد كتقول لي مازال كتبكي ما تبكي صلي على النبي ربي وصلت 12 الا 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 دقيقتين تقريبا كنا شادين المكانة فبان لي بها راه هو جاي حفيا ومعه شخصين يدلانه شافت بها عنقاتو عنقاتو كتبكي قلنا لي فيك انت قال لك راني وقع لي اللي وقع لي وشافوا الصوره ديالي سحبوني هندي ودوني المعسكر ديال الهنود وبقيت هنالك جابوا لي الطعام ديالهم ما, عجبنيش بقيت كنلفظو وبغيت نتكلم بالكلام ما فهمونيش الكلام ديالي حتى ديك الساعه ديك الليل شفت واحد غادي وهاز الرايه المغربيه فقلت هذيك الرايه ديالنا ديالنا ديك الرايه ففهموا بان هذيك الرايه ديال المغرب فاستدعوا ذاك السيد قال لي دي معاك فداه المخيمات ديال اهل المغرب وهنالك بقى كيقلب حتى لقى الرقعه ديالو والتقى قلت لها اللحظه اللي كنت على النبي الكريم كان ربك عز وجل يهيئ الاسباب وينسج الخيوط فجاء والدك وتبارك الله ديك القضيه من تما قالت انا عمر الصلاه على النبي من حيدها ودبل أن راهي في في واحد المستوى رفيع وكتحكم الناس بالعدل وكتبدا الجلسه بالصلاه على النبي وكتختمها بالصلاه على النبي فاسال الله تعالى ان يحفظ الجميع ويبارك في الجميع لل فاطمة الله يرحم لك الزوج ديالك الله يحفظ لك وليدك سيدي علي الله يعلي المقام دياله والله تعالى يكون لك وليا ونصيرا اللهم امين اللهم امين يا ربي يا كريم ايها الاحبه الكرام وقد أدركنا الوقت ونعتذر من عدد من المكالمات التي كانت على الخط لكن الوقت أدركنا إن شاء الله عندنا لقاء متجدد اليوم الجمعة مع السابعة والربع كل جمعة مع السابعة والربع مساء غيكون عندنا إن شاء الله لقاء متجدد آخر بإذن الله تعالى وأسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة يوم الجمعة ندير واحد الفاتحة والفاتحة اللي غنديروها هي لأمواتنا ولشهدائنا اللهم يا رحمن يا رحيم يا من كتب على نفسه الرحمة اللهم إن نسألك في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة أن ترحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين اللهم من شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم ارحمهم رحمة واسعة اللهم اقبلهم عندك في أعلى عليين اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم ووسع مدخلهم واجعلهم يا رب آمنين في قبورهم اللهم يا رب واسقهم شربة ماء من حوض النبي لا يضمؤون بعدها أبدا اللهم ارزقنا وإياهم شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا ربي وابعثنا واياهم مع الانبياء والمرسلين والاولياء المقربين اللهم ارحم شهداء الاسلام اللهم ارحم شهداءنا من الاطفال والكبار والصغار والنساء اللهم ارحمهم رحمه واسعه وانصر الاسلام واهدي المسلمين وكن مع اخواننا في فلسطين كن معهم وليا وكلهم نصيرا وكلهم يا ربي معينا يا ربي يا كريم وارحم جميع الشهداء واجعلهم عندك مكرمين في جنات النعيم

اللهم أنزل فيه البركات اللهم أنزل فيه الرحمات اللهم كثر خيراتنا ورخص أسعارنا ووفق سلطاننا وبارك اللهم تعالى في جميع مسؤولينا اللهم يا رب وفقهم وسدد يا رب آراءهم وبارك لهم في جهودهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وندعو جميعا استغاثة المطر ونقول: اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت، جميعاً جميعاً، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.